مرحبا بكم مستمعين أينما كنتم، سواء داخل المغرب أو لا خارجه، على أثير إذاعتنا إيغ دو زوندوس لا ويب راديو دي ماروكان دي موند، أول إذاعة في الويب موجهة خصيصا لمغاربة العالم. وكما العادة مستمعين فقرة هاكس ويك كرفقكم مجموعة من ليزاستوس اللي قدروا يسهلوا حياتكم اليومية. عادة ما كتفضل مستمعين النساء تغيير ديكور المنزل ديالها من حين لآخر، رغبة من هون في تجديد الطاقة ونشر الإيجابية داخل المنزل. إذا كنت سيدتي تخططين القيام بهذه الخطوة، فالديكور المغربي غيكون الخيار الأمثل لك. لكم مستمعين بعض الاقتراحات المستلهمة من التراث المغربي الأصيل والتي ستضفي إطلالة تقليدية وعصرية في نفس الوقت على ديكور المنزل ديالك. أولا الزربية المغربية الأصيلة، من بين أجمل مجدبي الأثاث المنزلي المغربي هي الزربية التقليدية. ما يمكنش تلقى شي دار ما كتزينش إحدى الصالونات ديالها بسجاد مغربي أصيل. كتميز الزربية المغربية بنوعيها الزربية السبعية والحنب العربي. إذا كنتي باغا تبدلي ديكور الصالون ديالك، من الأفضل اختيار زربية تتناسب مع لون الأثاث. وإذا كنتي باغا الزربية اللي كتماشى مع جميع أنواع الأثاث، فالزربية المغربية الحمراء هي الاختيار الأفضل في هذه الحالة. ثانيا البوفة المغربية. تعد البوفة المغربية من العناصر التقليدية الأساسية في الأثاث المغربي منذ مئات السنين، فهي كتستخدم كمسند للقدم أو كمقعد بسيط في غرف المعيشة. بإمكانك إضافة هذا الأثاث التقليدي البسيط للسجور ديالك لإضفاء لمسة مغربية ممزوجة بالعصرنة. كتجي البوفة بألوان مختلفة ومزكرشة، مما يضفي نوع من البهجة للمنزل ديالك. وأخيرا مستمعين التريات المغربية. ما يمكنش الديكور الصالون المغربي يكمل دون وجود تريات، فالمصابيح أو التريات المغربية ذات الإضاءة البسيطة كتمنح لمسة من السحر لأي غرفة داخل المنزل. ما عليكم إلا اختيار النوع اللي كيناسب إطلالة الغرفة وكذلك الميزانية ديالكم. كاين تريا النحاسية والفضية، كل تريا وطريقة تنسيق ديالها. بهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية فقرة هاكس ويك. نضرب لكم موعد لا سيمين بروجين كامل على تيلي تاعتنا R212 لا ويب راديو دي ماروكان دي موند.